بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث موسى كذب وعصى ثم أدب ويسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى كذب وعصى ثم أدب ويسعى
فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أشد خلقا أم السماء
رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم وللأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لا Oh,
صدق الله العظيم والمتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجلال تعظيما وتكبيرا. صدق رسوله الكريم الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام كمال على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلاة تنفرد بها العقد وتنحل بها الكرب وتنال بها الرغبات وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لفقيدتنا واجعل مرضها في ميزان حسناتها يا رب العالمين. اللهم اكتبها عندك من الشهداء واجعل هذه الليلة خير لياليها يا رب العالمين. اللهم ادخلها الجنة من باب الريان، شفع فيها الصيام والقرآن يا رب العالمين. ارحمنا إذا عصرنا إلى ما صارت إليه يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد يا رب العالمين. يا كاشف البلوى يا مجيب الدهواء يا مجيب دعوة المضطرين يا مروح الهم عن المهمومين يا منفس الكرب عن المكروهين يا منفس الكرب عن المكروبين، اكشف عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، واجعل استراحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. رحمات بنا يا ربنا يوم يلقى في جهنم كل كفار عنيد. رحمات بنا يا ربنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقفنا ببابك فلا تطردنا يا الله. اللهم ارحمنا اذا اتانا اليقين،
وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وعلى من كان هذه التلاوة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذا إخوة الإيمان والإسلام، لقد ختمنا بآيات الله البينات تلا على تزعلك العالم القرآني لزعيم من فضيلة الدكتور محمد سالم عامر قارئ الأزهر الشريف والمقيم وزمتي وإدارة الصوت والضوء إدارة الحاج محمد عبد المقصود المقيم بالخيرالية. وشكرا الله يسعدكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.